الله. هي كشري، هي طبخه كشري اصلا. غمض عينك خليك. بس ناقص هذيك ال الرز، رز مصري حمص وبصل. طيب اسمع، غمض عينك الحين. طيب اسمع بقول لك شيء، تخيل الحين انا الحين قلت، تخيل احنا فوق القمر ومتكين كذا، تمام؟ شوي يتحرك القمر يلفنا شوي كذا، نطالع للأرض ونشوف الشباب في القرية هنا، شوفهم يجرون، اللي يلعب مع الخيل، يلعب مع الأسد. لا لا، دولة شو اسمه وليد، يوم طلعوا يلعبون جولات، عرفت؟ انك انت بتشوف على مسافة مري كم سنة ضوئية، وقابل أسد. لا لعبوا وطلع له أسد مدري. ها بلا بلا حلبة، بلا حلبة. اسمع تخيل، طيب تخيل، تخيل أكثر. تخيلت أنا كنت بتكلم، لا أقوم أطق وجهك، أفتح صناعية في وجهك. يا ربي ها أقول لك. اسمع اسمع، أنت طقمك ذا اللي دول كأنك علبة ألوان. اسمع، علبة ألوان تبي الذب تعلم ألوان صدق؟ أصفر لوني. أخضر لوني. لا 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 لا، وين الأصفر؟ الحدي يا انت بكرامه، وما بصفر مع رصاصي، ما بصفر. لا اصفر فاتح، ما بصفر، ما صدقت. هذا سكري على بيج خفيف. انا فيني نوم. طيب السلام عليكم. ايوه تخيل انك فوق سطح القمر، تخيل خسران يتحرك فينا يمين يسار. سمعت الصوت ذاك الهواء، عرفت؟ يجيك غطة نوم، هوا بارد. لو انك ما بس ان ما وصل ظهرك للقمر، تكون مرتفع كذا في السحاب عشان الجاذبية، عرفت؟ كأنك تسبح على ظهرك. يا وجه الله، تخيل تخيل. ما بتخيل. تحط راسك كذا، ما بتخيل يدينك. ما بتخيل، سماء جنين، ما بتخيل. ما بتخيل، خلاص تعبت. تحرك، أنا تدور، تدور مكانك. وجه الله، تخيلت أنا. تخيل أكثر، يا شاطر، المهم ما علينا. عليك ولا ما عليك؟ دعونا في العصرية دي. أنا أحب أجواء العصرية، بس من يوم جيت القرية هنا مدري لا إله الله كيف تغيرت أجواء العصرية، صارت مدري كيف. يعني اوكي في بسطة، بس ما تجي زي بسطتي. ليه تخرب علي؟ صحيتني. اسمع مني، خليني ارقد فوق القمر. ما ترقد يعني، مو بس. المهم ايش؟ اقول العصرية انا احب طقوسها اللي قبلها. جعل امه خمس. جزاك الله خير. ايوه العصرية من يوم دخلت البرنامج كذا، مو اقول انها ما هي حلوة، لا الحمد لله في ايام تجي حلوة وايام لا، بس يا اخي وانا هناك يا اخي برا في العالم وفي الدنيا العاديه الطبيعيه بسطه يا اخي. اول شيء اطلع العصريه اسولف مع الاهل، اخذ لي حلحين ونتقهوى ونبسط، بعدين اطلع في المزرعه اتفرج واقطف لي كم ورده وياسمين. جاوبني بصراحه. وبعدين يا الله يا ها يلا اسال. يعني الحلحين كيف؟ سالفه سالفتين. ايش دخلها باللحيه والسالفه؟ هي كيف السالفه منين تطلع؟ من لحيك صح؟ لا من الحبال الصوتيه. طيب ابلا صلي ابلا حلم. المهم بعدها اطلع ركب السياره، ابدا جدول نفسي اذا اهلي ما يبون شيء، اقول يلا يا شباب اكلم يا عمي يطلع معي واحد من عمي، ناخذ لنا فرع على خط المياه وناخذ لنا شاهي، بعدين نقعد شويه كذا ونطق لنا بقهوه وحلا ونقعد نفرفر ونفر نفر في ارض الله. طلعنا جدول من تحت الارض. صح 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 صح. وقت المغربيه يكون استكنان، نقعد على الجوالات نلعب نتخبل. بعد العشاء تبدا الفله، يجتمعون كل ما هب ودب اللي في الكره الارضيه واللي في ابها والجنوب كلهم نجتمع.
نروح كافي وضحك، وبعدين اذا نبغى نطبخ نروح خط المي ولا نروح اي مكان نقدر نطبخ ناخذنا طيب بس الحاشي. خليني من القصص دي، ايش الشيء الجديد اللي جاء في ابها الحين؟ شيء جديد الحين الخمس سنوات الماضيه في ابها ليست كما كانت قبل. تدري السنه الماضيه ما كنت اعرف ان في مزرعه الورد الطائفي عنده؟ طيب حتى انت تظن تعرفها. خليني من القصص، والله القصص انا يا اخي انت سالت السؤال اجاوبك يا اخي. ابي تتكلم لي. اي طيب انا اتكلم، ايش قاعد اقول؟ ارقص. ايش قاعد يقول؟ القول يكون بالرقص. طيب ما ادري لعبه اضطراب في الحساسيه. طيب. قصدي في الحواس. اسمع. ايوه. ابى تغيرت خلال الخمس سنوات الماضيه، ليست يعني زي قبل خمس سنوات، تطورت بشكل جذري. اول شيء ما شاء الله تبارك الله، السياح صاروا يجون على مدار السنه، واهل دول الخليج. حلو. من ناحيه منتجعات صارت كثيره، وبوليفاردات واماكن تجمعات صارت كثيره. طبعا ابي زي هذه النوعيه، شيء نوعي. ايوه. الاماكن اللي ذكرتها موجود في كل مكان، ابي شيء نوعي. الاماكن زي الممشى والاشياء ذي العاديه، تشوفها عاديه لكنهم ضبطوها، غيروا الاضاءات وغيروا. طيب الطياره اشتغلت شيء؟ صار لها شيء؟ دقيقه بجيك فديتك، اصبر. بيظبطون الاضاءات وشجر الساكورا ذا مع وقت الربيع ذا الحين والامور الفخمه البنفسجي. ايوه. الطياره كان مشروع من ضمن المشاريع اللي في المنطقه، انها الطياره تصير مطعم، وتكنسل هذا المشروع، وخلال الفتره الماضيه تبدل المشروع وصار مطعم تجاري معروف في مطعم مناطق المملكة. أيوة. الطيارة شغالة الحين؟ لا نشلوا الطيارة، مطعم يقدم مسحب ويقدم رست أشياء زي. ذاك. نعم فتح هناك. مكانه بالضبط؟ مكانه بالضبط في أعلى الجبل، تشوف أبها كاملة تحتك. شيء فاخر من الآخر. تسوون زينا. بس أنتم متنقل صح؟ عربة؟ لا شلوا العربات قدام مطعم كامل. كان اول عربه صح؟ ايه تبع الشركه محلي في سفري. المهم سوون زينه يعني؟ لا احنا كملنا معنا المطعم ذاك. اي بس انا اتكلم ثمان مسارات مسوينها، كل سياره تاخذ وتطلب ويجيك الطلب كذا مع الالات. طيب صدق والله نبغى هنا في الرياض، نبغى يجيبون لنا موجود. حتى في الرياض موجود في كل مره. طيب المهم اسمع، بيتنا الحين رؤيه الامير، أميرنا محمد بن سلمان الله يطول بعمره ويحفظه، يحفظ مليكنا الملك سلمان بن عبد العزيز الله يقويهم ولا يغير عليهم ولا علينا يا رب العالمين. رؤية تطوير عسير، هيئة تطوير عسير. حلو. ذا الحين صاروا يسوون ملاهي ترفيهية. ذا الحين عندنا جنب بيتنا ملاهي، مدينة ترفيهية مساحتها 80,000 متر مربع. انتوا على اتجاه ال ايه لا الاسوء، انتوا اتجاه هذا. لا احنا ورا. لا شفت اللي هناك اللي هناك ايه عند الدوار. ايه هذا عند الدوار يمين، انت هناك ولا عكس يسار؟ هبلة عند المدرسه حق الاولاد، اتجاه ذيك ولا اتجاه العكس؟ اتجاه ذاك في ست طرق وسبع. المهم انهم يسوون هذا الحين. طيب بيتكم البرتقالي الاصفر يا لا يا اخي اصبر، لا تقعد تفضحنا. على العموم فاللهم لك الحمد، اقسم بالله العلي العظيم. شوف انا حتى حلتك. لا ما هو اي بس ما هو بس يعني علشان اقول ان ابها وابها و لكن انا حتى شهر 10 الماضي طلعت جده، رحت ادور وظائف انا ولد عمي، وقعدنا شهر هناك. ابها ما شاء الله مليان والله يا اخي. لا ابها في فرص في نفس تخصص الاعلام، هو صعب جدا تلقاه، فاشتاق لها. اذا رحت اي مكان اقول ما عاد ابغى الفك منها، اطلع ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام اشتاق اني ابغى ارجع لها. ارحب. ليه؟ لان ارض ولدت ابا وارض نسيت ابا. ارحب. فهمت كيف؟ ايوه. فبس والله انه يعني شيء فخم، والاجواء فخمه، والتطوير دائما قاعد، ما هو قاعد يوقف كل فتره. في غدا جو؟ جاء. كل فترة تشوف طرق جديدة ومحلات ومنتجات جري، وأغلب البراندات المعروفة في المملكة صارت حتى هنا.
والصيف من قوة الزحمة يعني بكثرة الصيف ما تقدر تطلع خلاص. أفضل شيء الشارع ذاك مش زحمة. بس بيغيرون هذا الحين، هذا الحين الآلية الجديدة إنهم يمكن يخلون الحزام كامل مسار واحد ويشلون الرصيف اللي في الوسط ويصير كامل ذهاب وإياب، يعني إذا توابة فر كامل بدل ما يكون مسارين ذهاب وإياب، فهمت كيف؟ كيف ذهاب وإياب؟ ذهاب قصدك؟ ذهاب رايح راجع يخلونه كله مسار واحد. هذا الحين من أحد أفكار أمير منطقة أمير تركي طلال، وفتحوا خط موازي الحين خط المياه. شفت خط المياه مو يبدأ من الخميس خط الرياض وينتهي بك لين نهاية المطار صح؟ هذا الحين كملوا الخط يقصبك مع القرى الغليظ، يقصبك على المنسك، ويقصبك على أبها كاملة إلين يوصلك لأم الركب لأم حاي. خط كذا كامل يقصبك يعني وقت الزحمة وقت الصيف ثلاث مسارات مدري أربع مسارات شيء غير طبيعي. أنا لطشني ساحر في خط المياه. لطش ملحي. عادك تذكر هذا الحين قريب. كم قيمتها؟ أنا قريب. كم قيمتها؟ ما أدري. 500. لا لو حلف إنه يمشي 121. وين مية؟ الله يرحمه. 300. جاهل. الله يرحم شيبانك. أنا قد ركبت معها أبو، عرفت أنت عمره كم صح؟ كذا. 35 قلت لي. كذا يمشي. والله ما صدقت. ركبت معه. ما صدقت. يلا يا معاذ. كسروا لي حيك انت وياه. لا تفتروا علي. كيف مرتب؟ شش. يلا يا معاذ. كيف تمشي؟ هذا الجير ادي. ما اوتوماتيك. البوب. ها تبغى نطلع بغرابة تبغى انا متقيد بالانظمة. الشارع 120 امشي 120، الشارع 100 امشي 100. ذاك اليوم اول ما جينا البرنامج ركبت معه. ومتأخرين كنا أنا وياه وبسراج وعبود وأحمد. يبين يمشي 180. المهم خليه يروح ليه عرض نفسي لك. أنا بعيل لك. هو يتوجع وهو زايد. أسمع ليه عرض نفسي واللي يسوقون في الطريق. واحد نايم في الطريق أصدمه. ليه من المزاحمية لهنا قعدنا ثلاث ساعات ينعس في الطريق اللي يسوقون. إيه ثلاث ساعات ونص من من قصتي من محاجة من الرياض. هو شكله حافظ عبارة لا تسرع في الموت اسرع. كاتب على الطبلون. عرفت حركات ذي. سراي. لا والله صدق ليه تسرع؟ ليه تسرع؟ لا والله صدق السراي. في نساء يسوقوا توهم متعلمين. اي والله. وفي ناس كبار سن. وفي ناس ممكن ينعسوا ويسوق. اي والله. انا من النوع اللي ما الشارع 120 ليش حطوا الطرق انها الشارع هذا 120؟ ليه؟ لانه 120. خلاص امشي 120. والله اني امزح. انت شاطر تمشي 200. امزح معك بديت وجهك. لا تمزح. السرعه هذه ما فيها مزح. صدق. اي والله. بس تعوق نفسك وتعوق الاخرين ليه؟ طيب انت ايش فيك شديتها؟ ايش دخل شديتها؟ هذه رسائل اوجهها لكم الله يصلحكم. الله يعطيك العافيه. هذه احبها. احبها. شكرا على رسائلك الهدافه هذه. الهدافه؟ شكرا على نومك. هو لو بالغلط واحد فتح الدريشة حذف له يعني دبة ماء وصفقت جامته طار. تلقاه هو في السيارة ولا 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 وحاله وهذاك ما درى عنه. والله يا الربع. تتكلم عن مين؟ يا اخي اعطي سالفة. والله ما ادري. يقول مثلا وانت تمشي و طيب اسمع انا اقول لك شيء. لا خلاص. طيب انا بقول شيء. قلت لي اسمع. ابشر يا قلبي فديت وجهك. ابشر انت قلت لي اسمع. سمعتك. اسمع دلين بناخذ باذن الله. انا اذكر موقف صار معي قعدت اضحك بروح اسوي إيه؟ وفي نفس الوقت انخرشت. اسمع كنت طالع للجامعه مداوم الصباح مروق ومشغل الف الف فيلم وقاعد اتسمع. كل نظامك انت. المهم وطاق ذيك الغدره الشخصيه وطالب الحاضر. انت ليه تتصل على الصباح؟ خلصت من القهوه باقي فيها شويه وانتفى مع الطاقه. طبعا هذا الشيء المفروض ما اسويه لكن وقتها عقلي ما كان معي من الفرح. اي هذا يدل عليه. وجبت مع الطاقه. ايوه
بيمر واحد راعي تشالنجر جنبي ومنزل تشالنجر ما ادري ايش اسمها والله المهم منزل القزاز اي مستغرب الاسم اي ومنزل القزاز هذا يطبق باب على القزاز ويدخل اده في هضره اي والله المهم ما دريت عنه ايش اللي حذفتها؟ الكوب البقال القهوه اللي فيه المهم ثاني قدافل يعني كله راح ذوب ويلحقني اسمع صوت كنس ماكينه وراي هون ايش السالفه انا مداوم الصبع المهم يجي جنبي ايش في ما تفهم انت؟ وقف على جنب انا يا الربع مبتسم وفي نفس الوقت انخرشت كذا يعني انا غلطت في ايش؟ اوقف على جنب ما تشوف ما تشوف انزل انزل انا ايش يا ابو ملاطش قلت صلى على النبي قال ترمي القهوه والعصير ما ادري قلت والله ما دريت عنك وتراني مداوم ويا رجال اذا تبغى غسل ثوب الذي ابشر باللي يرضيك رح رح ذكر بعض الالفاظ قلت الله يسلمك شكرا لك وامشي والله ما انسى ذاك الموقف انت لما تخطي لا تبرر اعتذر على طول انت لما تخطي انت عارف انك مخطي اوكي انا مثل انا معي ضغط حلو وانت جاي تبرر لي شبي فيك انت تبريرك ايه هذا هو انا شبي فيك جاي تبرر لي ابى اكسر وجهك بدك تكسر وجهك هذا هو هنا لا تبرر لا تبرر اعتذر قول اسف طيب خاطره والله اني قلت انا يقلل من شحنات الانفعال قلت والله انا ما لا لا لا, لا شكرا شكرا لا غير كذا تدري شنو انت تبرر او تعتذر حلو وانزل والطم ملحي والله اني كم قد شفت زي كذا لا حاول انك تعتذر وتتمالك طيب خاطر لان شوف الاخطاء بين الناس مو انت اللي تقيمها هذا انت تشوفه خطا انا حذفك بدبه المويه انت تشوفه خطا انا ما اشوفه خطا طيب اسمع من اللي مثلا زعل من الموقف اسمع منه اول ورد اما انك انت تقيم نفسك خطا تقييم النفس اصلا في الاخطاء خطا طيب وهذا اللي الناس يختلفون فيه ليش المشاكل ايش المشاكل اللي قاعد نشوفها بين الناس كل واحد سبب تقييمك لخطاك انت لا طيب انت يا موسى قدامك سياره وانت واقف عند اشاره حلو قدامك سياره وانت واقف عند اشاره دحضر موترك بالغلط بالغلط طب دعم اللي ساهي على الجوال شيء ايه دعم اللي قد نزل اللي قدام هنا انت ايش بتسوي انا اذا دعمتها انا بالغلط انت فكيت رجلك على بريك إيه؟ وكل شيء والله بنزل اعتذر منه هذا تعتذر منه اي والله حلو واقولها اللي يبيه حاضر حلو مرت الدنيا صرت انت اللي قدام هو اللي ورا طب دعمك وانت مستعجل معك ظرف ولا هو دعمك اها هو صدم احط موقفك قال انت اللي راجع علي حلو اها يقول انا اللي راجع ايه انت موترك هو اللي دحضر علي تعال ايش عندك؟ هنا ايش بتسوي؟ اقول يا ابن الذين صل على النبي انا متاكد اني مو بنا انا ما ارجع كيف ترجع ورا؟ سلامات موتره هو موترك انت دحضر دحضرت انت يا انا يعني صدق ايه انا حسبتها هو يأولها ها عكس وطقة بسيطة حتى صبغة الموتر ما تغير برضو تعتذر انت تعتذر هو يقول سيارتي انا والله عقله مغيب بعد البامي اللي سواه وش دخل البامي هو يقول سيارتي انا رجعت عليه ايوه اقول له لا انت المخطي وهو سيارتك افهم سؤاله طيب سيارتي انا رجعت سيارة موسى اللي قدام رجعت على اللي ورا ايه انت ركز يا أيوة. جا قال انت اللي مخطي علي أيوة. مو انا اللي جايك انت اللي جايني تعال حلو تاخذ قسمك اذا سيارتي انا اللي رجعت انا كان انا خطا مني لا ليش المشكله ما تعتذر ارحب تبقى يعني بتعتذر منك اذا انت المخطئ اعتذر طيب اذا بدا مثلا جاي عاديك ارحب مني والله المشاكل اللي تشوفها عند الاشاره اللي يسوي فيها حبتين احلى السلام عليكم سوف فيها حبتين وهايط شلونك سيوي؟ لا تهايط والناس ما فاضي لك وراك سيارات وقدامك سيارات قاعد لي مسوي فيها مشكله هنا اطلعوا برا وسد والله ما صار ذا الموقف لي انا واحمد الشمري وفهد ولد عمه ومحمد اخوه جايين البرنامج كنا واقفين عند المغسله والسياره في طلعه زي فيها زي النزله بسيطه مرتفعه شوي وقف واحد ورانا طبعا هو وقفته غلط احنا واقفين كذا وهو جاي ورانا المهم السياره كلها عفش وجاء يرجع فهد ويسوق
ومعنا احمد الخليفي الله يستر عليه يذكره بالخير. المهم كل قزاز الخلفيه كلها ملابس اغراض ما شاف دف طبقه وهو دج سيارة. المهم طبقه قدم قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. انا ارتبشت كذا انا اكره الفجعه دي وننزل اللي هم اثنين وعلى طول بدأوا يبون يقبونه مشكله ايش عندك وايش تغلط علينا ولا تصدم السياره وما ادري ايش جيب الموضوع انا ابغى حقي ذا الحين يبغى زلط. المهم طاح له في ناس جلده ايه مهاده ماده خلاص كذا بتقب المشكله وادخل بينه يا رب صلي على النبي اديك الحافي وكذا لا والله اني قلت يا رب شوف سيارتك والله ما جاء شيء لا دقه بس انت حاولت تهدي الموضوع إيه وانت كنت خايف بالسياره اي انا ابغى بالسياره يا اخي خلاص الوضع بسيط حاول اهدي لان كل واحد قاعد يشاد بالكلام ما منه فايده المشاده في الكلام الين طيب الغلط عليه وقال ابغى نجم جيبه وما ادري ايش قلت يا رجال خلاص حلو الدنيا ساعه وترى كنت الغلطه لو جينا الحق ذا اللي واقف ورا لانه ما هو موقف انك توقف كذا السلام ما هو موقف انك توقف اذا ولو جاء نجم بيركبك الغلط 100% المهم هدية النفوس يلا يلا المهم في خاطركم شيء تبون شيء بعد ما شدوها ويبونها النجم والمرور الله يبيض وجهك تعالوا عندنا وما ادري ايش واحنا انا قاعد اقول له تعالوا تغدوا عندنا نعزمكم ما ادري ايش طيب قد وصل تحت وين خرجت من توصيله انا تحفظ تحس احد يراقب كل الناس يراقبوني احد اشر لك وصلته عقبه توبه ما عاد وصلته ما صدقت انك نزلته على طريقي هاي صارت معي مره في اوبر اوبر الكلام ذا يلا القوم الكلام ذا قبل كذا البرنامج نهائي عام 2018 كنت وش؟ انا اللي مشغل يشتغل انا حلو حلو متى ولد يجيني الطلب الساعة تقريبا 3:23 الفجر ليه؟ دايري فاضي حلو دايري فاضي يجيني طلب يم حي منفوحة حي منفوحة طبعا عندنا في الرياض معروف كذا الحي جريء مو بحي قرية قرية أروح لما أروح أروح إيه ولف وأنا قاعد أروح مع الدرب أفكر أروح لا أروح لا دخلت عشارة لفيت من عندي إشارة يمين ودخلت أنا الحي أبدي بلك الحين أبو ناصر يوم دخلت أنا مع الحي حلو شوي ياخذ من هواء يرى يجيد علي رفقه اني خلاص ارفض الطلب شوي يوم دخلني يمين بيوت طين مهجوره ولا في نفس تنخ ونور خليني اتغدى الرديق وما يتعشون كسر ام الطلب بس الشارع من قوة انه ضيق والمباني اللي يمينك ويسارك طين ها من قوة انه ضيق والمباني اللي يمينك ويسارك طين ما يمديك تداور دقريوس حلو دقريوس ولا تستمر من هذا الشارع لين يطلعك مع الشارع الثاني رحنا كم الشارع مظلوم يا رجال يقولون ما انت مقفل الدقم هو صدق ما في نفس ما في نفس انا ذاك الليل طال عمرك ساعد دقيت الريوس على الموتر اللي وراي هلا بروح قهوه والله وزعت على خنو يا علم انزل نزلت انت اي نزلت وزعت وانا انزل مرحبا اخر خلني اطلع اخر انا اطلع ها والقلب اخر قلبي درقد شيء قال بيدي انت البرنامج عرفتوه قلت برنامج ايش برنامج قلت برنامج ولا لا في سيارة قدامي قبل شوي شوي يوقف يمشي يوقف يمشي قال طيب ويرجع واطلع انا ويدز يلحق اثر ويسووه في جريه موته في اربعه يلا يا رجل يا فيه اربعه ايش بتسوي يا الله واحد منهم يمسك لي باصبعه كذا دببه اقول لك عقبها تبت على طاري كنسلت
التوبه. على طاري السالفه كذا، على طاري انا بعلمك هذه يمكن قصه شهيره معروفه. هذا رجال حلو تزوج، هو من اهل الجنوب، تزوج واحده من اهل الشرقي، حلوين. الوكاد خذوا لهم 3 أيام هنا في الشرقيه بعد زواجهم. عقبه قال لام عياله شيباني وربعي في الجنوب، لازم اننا نمشي. قالت اوكي. قالت اوكي. الوكاد هم في الطريق وشوفوا لهم راعي موتر صافط على يمين يشر. رجال واحد ومعه نسوان في الليل يشروا. يتمالهم يا الان وقف لهم لا نوقف لهم لا. قالت ام عياله من طيب نيه شافت ذا النسوان قالت وقف. وقف وقف ويوقف. يركبون الرجال ومعه مرتين يركبون في السير. وين تبون؟ قال احنا نبي معكم قطونا قدام. قالت اوكي. الوكاد اول ما ركبوا يوم استوى الخط قبل لا يركبون قال راعي السياره انت يا الرجال ركب معي قدام والحريم والحريم مع الحريم. عقبه قال الرجال لا ذا الكلام خلوكم انتم قدام دامكم هو قال وين كفر؟ قال احنا تونا ماخذين معرسين ومن ذا الكلام. عاد الرجال ذا قام يعلم الرجال ذا احنا معرسين. قال لا بعد خلكم انتم قدام احنا انا واهلي بنركب برا ولا ودنا والله نضايقكم ولا شيء. فهمت؟ ايوه. قال طيب طيب. لو كادوا يركبون يدقوا السلف يمشوا. يوم استوى الخط الا النسوان كل منهم يعني اللي لابس العباءه ما هو مره رجال كلهم 3 رياجيل كلمون راعي السياره وهو في الخط. قالوا ميده اصفط على جنب اصفط على جنب وانزل من موترك وام عيالك خلها في السياره كذا. قال شلون ماذا؟ قال طيب اجل قولوا لا اله الا الله. هم الحين في الخط ما وقف هم في الخط. قالوا قولوا لا اله الا الله. قال ها. قال في محطه قدامي مالكم الا اللي يستعجل بوقف في المحطه وخذوا امرتي وروح. يقولها الرجال خذوا امرتي وروح حلوين. ابو ايه اسمع اسمع انا خابر اشتغل ذي. قال اوكي. الوكاد ويمسح ما في الموتر يمكن 220 220 حلو. كلم ام عياله تشهد يذكر في المحطه اللي قدامه فيه نفس الضلع فيه نفس العقم هو متخيل الطريق دائما يجي. يوم اقبل عليه الضلع ذا هو يحذف الموتر تشهد يشل فوق تحت كيف انقلب قلب نفسه قلب روحه هو ذا ما يبي يشوف ام عياله بذا المنظر ما يبغى يقهر روحه. قلب الموتر توفوا الرياجيل الثلاث توفت المرأة وهو حي. يا الله. اتصلوا شيبان المرأة على الرجال على اهله السلام الحمد لله على السلامة وش العلم وش ما العلم؟ قال العلم 1 2 هذا ما حصل لي فيه من اول ما مشيت وقفت وكذا وكذا وكذا. اتصل انت يا ابو المرأة على الولد قال ميده ها شوف اختها موجودة والله ثم الله يا اختها انا هلك زوجها على اختها اللي على موقفك الرجولي. يا الله بس والله موقفك طلقه ما يبي الله موقفك طلقه ارحب ما شاء الله مستر تحلق حلو هلا والله ايه سلام
طحني وسلم وهو ما تكلم على المتر اللي جديد مديله كتب لي سلام برمش عيناه وانا اقرا إذا رخال ثامه وبين زمامه بان السيف أبو حنوة مستطيله ألا وهاني إزمام خشمة هانية أزيد الله أكبر صوتك ألا وسلم وهو ما تكلم على الموتر اللي جديد مديله كتب لي سلام برمش عينه وانا اقراه اذا رخل ثامه بينزل وانا اشتهي انت اللي كاتبها؟ لا لا والله يا اخي من اللي زي الرب؟ اقسم بالله العلي العظيم اني راقد محمد ناصر 5:30 ولا كاني نمت ممكن اني اكلمك في موضوع داخل تدري كم الساعه راقد؟ ها؟ اكلمك في موضوع وشو؟ ها؟ وش؟ استفزع فيك أوه. ها؟ استفزع فيك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استفزع فيك ابشر بسعدك بس خلص خذ موضوع اليوم صح؟ خلاص خذ لك موضوع اليوم صح؟ ايه لا تبدي طرف ما صار شيء جديد؟ فكر فكر فهمت بحسابي 50 دينار يا لا 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 يا لا 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 نطحني وسلم وهو ما تكلم على المتر اللي جديد مديل يا يلبسون كل شيء انت تلبس نظارتي ليش يا ابو فضل تلبس نظارتي ليش بقنعك تلبس نظارتي ليش علمني طحني وسلم وما تكلم على المتر اللي جديد مهيله كتب لي سلام كتب لي سلام برمش عيناه وانا اقرا اذا رخال ثامه وبين زمامه بان السيف ابو حنوه مستطيله طحني وسلم وهو ما تكلم على المتر اللي جديد مديله كتب لي سلام برمش عيناه وانا اقراه اذا رخل ثامه وبين زمامه بان السيف ابو حنوه مستطيله ألا وهني إزمام خشم هانية ألا وهني إزمام خشم هانية ألا وهني إزمام خشم هانية طحني وسلم ما تكلم على المتر اللي جديد مديل كتب لي سلام برمش عيناه وانا اقرا اذا خل ثامه وبين زمامه بان السيف ابو حنوه مستطيله هلا وهني ازمام خشمه طحني وسلم وهو ما تكلم على المتر اللي جديد مديله كتب لي سلام برمش عيناه وانا اقراه اذا رخال ثامه وبين زمامه بان السيف ابو حنوه مستطيله هلا وهني ازمام خشمه هانيه